أما في الموصل فقد احتفل أهالي بمطلع العام الجديد آملين أن تعود مدينتهم الحدباء إلى مجدها وإلى رونقها الزاخر، وأن يكتنفها الأمن والاستقرار، وأن تدب فيها حركة الإعمار، وأن يعود نازحوها إلى مناطقهم الأصلية. إن شاء الله يعم الأمن والأمان على عراقنا ومنصلنا الحبيبة، وأن يخلصوا من ذوي الفاسدين الموجودين. إن شاء الله تجو وجو أحسن، يعني تجو تخاف الله وتطور هالبلد تحمره، يعني إن شاء الله خير وتعويضات يطلقون تعويضات على هالناس الفقراء. أمنيتي العالم ترجع وترجع على المنطقة بيوتها، والعالم يطلقون تعويضات، والأمان أهم شيء، ونريد يطلقون تعويضات على المنطقة والأسواق كلها ترجع. نتأمل أن يعود هذا الجانب الأيمن اللي هو الأصل في مدينة الموصل، الجانب الأيمن والناس وهذه المناطق المتضررة والمناطق المدمرة ترجع لها مكانتها بطريقة لائقة، يرجع الناس إلى مكانهم وتعود الحياة إلى طبيعتها في الجانب الأيمن. نتأمل أن يعود للعراق هيبته ومكانته بين الدول العربية وبين العالم أجمع.